50 سنة مرت على إعلان الجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء ووادي الذهب الكفاح المسلحة ضد المستعمر الإسباني بعد 10 أيام على تأسيسها، ولا تزال الجبهة ثابتة على مبادئها إلى غاية تمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره وتطهير أرضه من الاحتلال المغربي. 50 عاما تعني للشعب الصحراوي الكثير، حيث يحيون هذه الذكرى المزدوجة لتأسيس جبهة بوليساريو واندلاع الكفاح المسلح في استحضار لمحطات قد تبدو سهلة كرقم أو كتذكر أو كنطق هذا الرقم، ولكنها صعبة بكل لجوئها بمنفاها بشتاتها بحروبها بقسوتها. في سياق الانتصارات الدبلوماسية والعسكرية المتوالية التي تحققها القضية الصحراوية بقيادة جبهة البوليساريو، يحيي الشعب الصحراوي ذكرى مرور نصف قرن على بدء كفاحه المسلح متمسكا بانتزاع حريته مهما كلفه ذلك من ثمن. شخصيا دخلت 7 إضرابات، أطولهم كان 63 يوم شهران وثلاثة أيام، كان وزني وصل 28 كيلوغرام. كنت الحمد لله دائما، هذا بفضل الله، دائما أي إضراب دخلته كنت محقق مرادي، وغير ضروري من الصبر، ضروري، لأن الإضراب نظن أنه ما أصعب منه إلا الموت. الاحتفالات المخلدة للذكرى بولاية أسرد في مخيمات اللاجئين الصحراويين يتخللها استعراض عسكري يرمي لإبراز القدرات القتالية والتكتيكية التي يتمتع بها الجيش الصحراوي الذي رفع من جاهزيته منذ نصف المغرب اتفاق وقف إطلاق النار شهر نوفمبر عام 2020. فعاليات إحياء الذكرى 50 لتأسيس جبهة البوليساريو وإعلانها الكفاح المسلح تشهد مشاركة وفود رسمية وحقوقيين وشخصيات أجنبية متضامنة وداعمة لنضالات الشعب الصحراوي، دعم آخذ في الاتساع بعدما عادت القضية الصحراوية إلى واجهة الأحداث إقليميا ودوليا. ومهما طال أمد الاحتلال المغربي وتنوعت مؤامراته ومخططاته، يؤمن ويتشبث الصحراويون بيوم آت يستعيدون فيه الاستقلال باسترجاع أراضيهم المغتصبة بالقوة وبقلب ينبض بالصمود والمقاومة.